باب ما جاء في المصورين، هذا الباب له علاقة بالفقه، لأن التصوير حكم فقهي، والله أعلم أن الأخ يطالع غير كتاب التوحيد، صح ولا لا؟ سبحان الله. التصوير ما يأتي عندنا في زاد المستقنع في كتب الفقهاء، صحيح؟ والصلاة في السورة وكذا، نعم، هذا خطأ. ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ ليس له علاقة، خطأ بعد. نعم. لأن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا تماثيلهم. طيب، الشيخ العلمي رحمه الله يقول: تصوير المحاضرات في لها نفع، تصور المحاضرات، أما السيلفي وهذه الأشياء ابتعد عنها، ابتعد عن التصوير. تصوير النصوص المجرمين، تصوير جواز السفر، البطاقة الشخصية، تصوير ما لا روح فيه، أشجار وأنهار والمساجد مثلا، لا إشكال في هذا. طيب، النظر اقتناء الصور، الصورة إذا كانت في البيت مفتوحة ما يمكن، لا تدخل الملائكة، وأمرنا بطمس الصور. كيف يطمسها؟ سهل جدا، الآن حليب مثلا عليه بقرة، تضع السعر، لصق عليه، تأخذ أجر، تعلم الأولاد. طمس الصورة إذا كانت صورة بماذا؟ بإزالة معالم الوجه. تمثال، وهذا عنده صقر في البيت، تمثال لازم يكسر الرأس، تمثال لابد من كسر الرأس، أما يضع حفرة أو خط لا، هذا لا يصلح. عقوبة المصور يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خمسة: أنه في النار وملعون، نسأل الله السلامة، ويكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، ويجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها المصور يوم القيامة، وأشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. عقوبة واحدة تكفي تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. نعم.